صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد نقضيه وياكم ساعة على الهواء في برنامج صيف البحرين، وأكيد أرحب بزميلتي إيمان. صباح الخير. صباح النور. صباح الخميس. صباح الخميس الوينيس. وصلنا لنهاية الأسبوع، يعني ما شاء الله الأسبوع مر سريع. سرعة سرعة ما شاء الله، يعني كأن أمس كنا أقول لك يوم الأحد يوم بداية الأحد. الأسبوع اليوم احنا الخميس ما شاء الله. بس خلني في البدايه اصبح على كل متابعين ومشاهدين برنامج صيف البحرين، ومثل ما نعرف ان فريق الاعداد جهز لنا فقرات وتقارير متنوعه لحلقه الخميس، لكن حمد عندك خبر قبل شوي كنت قاعد تقول لي عنه. خبر وايد غريب وفي هالوقت اللي احنا فيه حلو ان نقوله. في ولايه كاليفورنيا في سان دييغو موظف في كوفي شوب رفض انه هو يخدم شخص جاي او واحدة بالأحرى كانت مو بلابسة كمام، فقامت هي عصبت خذت التلفون وصورت إيه حطتها في الفيسبوك، قالت إن هذه يعني من الموظفين اللي مو أوكي، شلون ما يعطيني أنا كوفي وشي. الغريب إن الناس تفاعلوا معه وتعاطفوا معه هو، وحصل دعم وايد لدرجة إن حصل مبلغ 80,000 دولار. ما شاء الله. يعني بدل ما الضرة صح نفعته. تعرف أحس إنه هو عنده هاي الحس بالمسؤولية طبعاً صح. وحاب إنه هو يخدم مكان عمله، بس هي بعد الله هديها هي الغلطانة وهي اللي مصورة وهي اللي معصبة. هي معصبة وفادتها في النهاية 80,000 دولار حق شخص، يعني حلوة مبلغ زين. قلب السحر على الساحر. طبعا مشاهدينا ننتقل حق اولى فقراتنا. مثل ما نعرف ان تعتبر الرياضه احد اهم الممارسات اللي تفيد جسم الانسان واللي بالتاكيد نحتاجها خصوصا في هذه الفتره بما ان احنا قاعدين في البيت، ومثل ما تعودنا معانا المدرب خالد البستكي في هذا التقرير عن الرياضه اللي راح يعطينا بعض التمارين اللي نقدر نسويها واحنا في البيت. خلونا نتابع هذا التقرير. صباحكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله راح نستعمل دنابل او غراش ماي صحه. اللي بيستعمل غراش ماي صحه يترسهم ماي او تراب اذا يبي اساس يضيف وزن على التمرين. تمرين اليوم بيكون تركيز على عضلات الفخذ الاماميه وعضلات الفخذ الخلفيه. بنتحرك بتيمبو اساس نضيف مقاومه اكثر في التمرين على العضلات اللي بنركز عليها. دمبل او غراش ماي صحه، اللي ما عنده دنابل يستعمل ذلين يحط فيهم تراب او ماي. انا كنت استعمل ذلين قبل اشتري الدنابل. الدمبل يا دمبلين يا دمبل واحد، الواحد طبعا اعرف مستواه وقوته زين، انا بلعب بدمبل واحد لان في تيمبو والتيمبو يتعب العضل عاده. بنيود الدمبل بهذه الطريقه وبنزل اول شيء 8 عدات تحت 8 عدات فوق، التكرار بيكون مرتين، فبنزل بهالطريقه بحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. هاي الطريقه اسوي مرتين ورا بعض، عقب دايركت بحسب 6 عدات بس بسوي كم 4 تكرارات، اروح 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. هاي نسوي 4 تكرارات من هالعدة. عقب دايركت بسوي كم عدتين بس بروح 6 تكرارات. فش نسوي احنا قاعدين؟ قاعدين نقلل العدات ونزيد التكرارات، فبروح 1 2 1 2 1 2 1 2. هذا اسوي 6 تكرارات وبعدين بنزل سنجلز نفس ما نقول 12 مرة. 1 2 3 4 5 6 لما اخلص 12 عقب على طول انزل الدمبل بدون اي شيء. الحين الفخذ بيكون تحسون بحرقه في الفخذ، هاي بريلين ويا بعض. الحين بنط out and in، اكون تحت في سكوات بوزيشن. 1 2 3 4 5 6 لما نخلص 16، واذا تقدر وفيك شده خلص 32
وحده هاللون. بهذه الطريقه بتكون مخلص ست واحد من كل هالتسلسل اللي سويناه. سامحها راوند واحد بتريح لك دقيقه بتعيد هالتسلسل من اول. لما نسوي احنا 3 لـ4 جولات. هذه الطريقه من التمرين راح تساعد على بناء الكتله العضليه عندك في عضلات الفخذ الاماميه، وبتساعد انها تطور من مستواك في التحمل تحت هالضغط او تحت هالنوع من التمرين. يعطيكم العافيه. عودة لكم من جديد، شكر خاص للكابتن خالد بستقي على التمارين الجميلة. مشاهدينا في فقرة الصحة اليوم راح نتكلم حول أهمية السوائل للوقاية من الجفاف في فصل الصيف مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة نغى نور الدين. رحب فيك اليوم، صباح الخير. صباح النور لكم ولكل مشاهدين صيف البحرين. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة نغى. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم خلال فترة الصيف اللي هو الجفاف، لكن احنا نعرف ان في جفاف داخلي وفي جفاف خارجي، نبي نتكلم عن بين الاثنين. اوكي، هلا خلينا بس نخبر شوي المشاهدين. الجفاف بطبيعه الحال في له كثير اسباب، منها طبيه ومنها لانه نحن بكل بساطه ما بنشرب مي بشكل كافي. صح. فالمشاكل الطبيه مثلا ممكن مرضى السكر يكون احد الاشخاص اللي لانه بسبب الارتفاع بالسكر العالي بيصير كمان عندهم جفاف. اللي بيسافروا لفترات طويله كمان بالسفر كمان عرضه انه يصير عندهم جفاف. مرضى الكلى ايضا بياخذوا ادويه معينه وهيدي كمان بتسبب جفاف. لانه الادويه اللي بياخذوها بيساعد على طرد المي اللي هي بتكون زياده بالجسم. فلازم ننتبه على كمية المي اللي بناخدها، وأكيد الطريقة الداخلية لنعرف إذا نحن عنا جفاف أو لا هي بفحوصات الدم أو بفحوصات البول بكل بساطة. وإذا كانت خارجية بتكون بأكيد الجلد، يعني أكيد إذا كان في جفاف حتى أمره بيكون في حرقة بالعيون، وحتى الشخص نفسه حيعرف لأنه البول بيكون لونه غامق. فهيدي كمان من الأشياء الخارجية اللي فينا نحن نعرف إنه عنا جفاف 100%. صح. يمكن في ناس وايد يبدلون الماي في الوجبات، يعني في الغداء في العشاء يستبدل الماي بسوائل ثانيه مثل يعني المشروبات الغازيه مثل العصاير، فشلون تقدرين انت يعني تخبرينا شلون نقدر نعالج هاي الشيء؟ هلا اكيد يعني بعض الاشخاص بيقولوا لي نغم احنا ما بنقدر نشرب مي لانه هالشيء بيسبب لنا لوعه. ففي انا عندي شويه حلول يعني لالون ان شاء الله هيك نقدر كمان نسلط الكاميرا على المي اول شيء مع شوي من الفواكه، بدل ما ناخذ السكر اللي هو المركز بالعصاير مثل ما تفضلت حمد، احسن انه يكون عندنا شيء من الفواكه الطبيعيه ندخلها مع مي مثلا ممكن تكون غازيه من دون سكر. وبهالطريقه خلينا نرجع نحطهم بشكل بسيط، يعني نخلي مع الماء قطع من الفواكه. بالضبط. وبهالطريقه يعني احنا بنكون كمان ساعدنا الاشخاص انه ياخذوا شيء من السكر بس سكر طبيعي. هي طريقه من الطرق واحده. يعني اكيد ودنا نعرف اكثر عن الاعراض اللي ممكن تظهر او ممكن ايضا هي تسبب في الجفاف. نمط الحياه هل ممكن يلعب دور استاذه نغم في انه يكون في جفاف داخلي او جفاف خارجي؟ هلا الاشخاص اللي ما بتشرب مي يعني ما عندها تراكنج او ما بت يعني ما في خلينا نقول شرب الماء المتواصل يعني يعني ما بيكونوا عارفين كم مي كم كبيه من المي عم بيشربوا. خلينا نقول هيدي من احد القصص اللي بتخليهم بينسوا كمان، بيقولوا لي انا كثير بنسى. صح صح. فهيدي القصص كمان، ففي كثير صار ابلكيشنز بتساعد على التذكير بشرب المياه، هيدي كمان نقطه مهمه خلينا نحطها على التليفونات. حتى ممكن الالارم مش ضروري يكون في ابلكيشن، حتى الالارم مثلا كل ساعتين ناخذ كباية من المي. هذا الشيء رح يساعدنا انه نوصل للهدف اللي هو تقريبا يعني لتر ونص للترين. يمكن الأطعمة بعد في بعض الأطعمة ممكن تساعد إنك هي تعوض السوائل مثل بعض نوع من أنواع من الفواكه مثلاً وهاي الأمور. بالضبط. يعني نحن لازم نعرف إنه أكيد السوائل موجودة بالماء وهي لا بديل عنا، ولكن للأشخاص اللي عم نجرب نساعدهم يزيدوا كمية الماء بنقولهم اخذوا الخضروات مثل مثلاً الخيار الخس، هذول فيهم كتير سوائل. كمان في عنا الفواكه مثل الجح، هلأ موسم الجح أيضاً. صح. كمان الفواكه الموسمية الموجودة خلينا نستفيد منها لانه هيدا كمان داخلها سوائل. استاذة لو بنتكلم شوي عن بالنسبه حق الجفاف حق الاطفال، عند الاطفال فشلون يكون التعامل معهم؟ دائما يمكن الاطفال تقول لهم اشرب المي، ما يشرب كطفل يمكن ما يحب نفس ما قال حمد يحب يستبدل يمكن مي بعصاير ولا شيء، فشلون ممكن نتعامل مع الاطفال في هذا الموضوع؟
هلا نحن اكيد كاخصائيين تغذيه بنشوف النمط الغذائي تبعولهم، يمكن كمان يمكن بيشربوا كميه مي، ولكن الام عم بتذكر كمان يمكن عم تتناسى بهذا الموضوع، فنحن بنرجع بنخبر الام ترجع تضلها تعرض على الطفل. هيدي شغله. نقطه كمان ثانيه، اللبن والروب من الاشياء اللي فيها سوائل، فممكن كمان هيدي ندخلها بالنموذج الغذائي وبالتالي نساعد الطفل بطريقه غير مباشره انه يوصل لهدف السوائل. خلينا نتكلم يمكن شنو اول مثل ما نقول لمسة أو سيجنال اللي عارف أن ترى أنا حين بديت في مرحلة الجفاف، هو هل هو العطش ولا بعض الأمور الجسدية ممكن تستعرض؟ يعني كثير سؤالك حلو، لأنه الجفاف لما نوصل لمرحلة العطش هي آخر مرحلة للأسف. يعني مش لازم نكون نحن عم ناخدها هيدي ك يعني طريقة أنه نحن صار عنا جفاف. وبالناس اللي هني أكبر بالعمر ما عندهم إياها بقى حاسة العطش للأسف. صح. فنحن بنشوف حتى بالمستشفيات ببعض الأحيان أنه بيجي الشخص كبير بالعمر ما أنه عارف أنه هو عنده جفاف، ببين بفحوصات الدم لأنه يعني موضوع العطش مش موجود عندهم. فخلينا نطلع على قصص ثانيه، يعني مثلا الـ يعني اذا واحد صار عنده امساك، اذا الجلد عنده صار ناشف، حتى الفوطي على الـ يعني الـ البول، انا بقول لهم اذا اكثر من 6 ساعات مفتوا على الحمام هيدي معناتها خلص انه انتم صار عندكم جفاف. فخلينا نسمع لهالامور، يعني نراقب هالامور وبالتالي بنصير نعرف اذا عندنا جفاف او لا. يعني لو بتكلم معك استاذ اكثر، قبل شوي ذكرتي ان حق الاشخاص اللي ما يحبون يشربون مي ممكن نخلط يمكن بعض الفواكه في هالموضوع، هو يعتبر نفس الديتوكس نوعا ما تقصدين في هذا الجانب ولا يختلف تماما؟ ليكي الديتوكس موضوعه كثير شائك، ويعني الناس بتحب تاخده كتنظيف للجسم لانه المي بطبيعه الحال هي بتساعد على هذا الشيء، فيمكن يعني الناس بتحب تحط الفواكه لهذا الهدف. ولكن نحن كل هدفنا لما نحط فواكه انه نستبدلها بالعصائر المركزه كرمال نخفف من السكر وبالتالي نخفف من الوزن، فعشان كذي الافضل ان نحط الفواكه دايركت مع المي. فتكلمتي عن موضوع العطش، يمكن هذه نقطة بركز عليها لأن كثير من الناس حتى إحنا في كرياضيين أشوف ناس ويانا يتمرنون وكذي أن يقول أنا عطشان، يعني وقت العطش أنت قلتي إن هاي آخر سيجنال بالضبط، يعني يقول لك يا ترى أنت خلاص جسمك بيبتدي مرحلة الجفاف أو بدأ يمكن. مزبوط. فممكن توضحين هاي الموضوع أكثر في موضوع العطش، أن يعني شلون ننصح الناس أن ترى العطش هو آخر مرحلة للماي. هلا انا راح اقول لك شغله كثير مهم للاشخاص الرياضيين مثل ما تفضلت حمد، انه نحن بنقول لهم قبل ما وقت الرياضه قبل بساعتين خذوا كبيتين مي، وقبل بساعه خذوا كبيه مي، هيك انتم بتتاكدوا انه ما رح نوصل لهيدي المرحله هي العطش. وبنرجع بنشدد على نقطه انه العطش هو مرحله الجفاف، يعني صرنا بمرحله متاخره ولازم اكيد الاستعانه بشرب المي بشكل تدريجي وخصوصي بفتره الرياضه، لانه هذا الشيء رح يسبب لوعه اذا اخذناه بكميات كبيره. هلا كنت كمان بدي اقول شغله بالنسبه للوعه، انا كمان بنصح الكلاينتس عندي انه يحطوا مثلا جينجر، يحطوا شيء من الليمون، لانه هذا الشيء بيساعد على تخفيف اللوعه بطبيعه الحال، يعني هن مخففين للوعه، فاذا يمكن ضفناهم على المي هذا الشيء رح يساعدنا نتقبل المي بشكل افضل ايضا. يمكن في بعد اخر يمكن سؤال، في بعض المنتجات المكملات يعني تعوض للسوائل ولكن فيها نسبه من الطعم او بعض يعني المسكرات او هالامور، فهل تنصحين فيهم ولا لا؟ هذول اذا ما كان فيهم سعرات حراريه او فيهم سكر صناعي او سكر طبيعي اكيد، يعني من دون السعرات الحراريه اكيد ما في مشكله فيهم، اذا هذا الشيء راح يساعدنا انه نشرب مي بشكل افضل. حلو. اكيد استاذه قبل ما نختم معك الفقره، عندك نصيحه توجهينها حق كل المشاهدين خصوصا في فتره الصيف بخصوص اكيد الجفاف اللي نعاني منه؟ دائما تذكروا شرب المي بوضع غرشه صغيره يعني حدنا، لانه نحن كلنا بننسى. الابلكيشن ستارت والتكنولوجيا هي من الاشياء اللي بتساعدنا ايضا، فكمان بنصح انه تنزلوها على التليفونات كرمال نضل نتذكر انه نشرب مي، ما تنطروا لتوصلوا للعطش لانه العطش هي اخر مرحله للشرب، وحطوا شويه فواكه بالمي ممكن مياه غازيه ايضا، وهذا الشيء رح يساعدنا على الترطيب ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد نشكر تواجدك وحضورك معنا استاذه نغم نور الدين، واكيد احنا نسعد دائما بهذه المواضيع لان احنا فعلا في فتره صيف حمد دائما نعاني من الجفاف. وايد مهم يعني النقطة، وشرفتينا اليوم. شكرا لك. مشاهدينا، الأمن والسلامة المنزلية اشتراطان من المهم تواجدهم في المنزل، واليوم في الفقرة الأسبوعية مع وزارة الداخلية راح نناقش مسببات الحوادث المنزلية والأساليب الصحية للتعامل معها، لكن بعد هذا التقرير. عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، التزامك بالتعليمات واتباعك للإرشادات عنوان أمنك وسلامتك، حيث أنها وضعت من أجلك،
لذا يرجى الالتزام بالإرشادات التالية والتقيد بإجراءات السلامة العامة. استخدم الأجهزة والتوصيلات الكهربائية ذات الكفاءة والجودة العالية. احرص على القيام بالصيانة الدورية. لا تترك مراوح الشفط والأجهزة الكهربائية تعمل لمدة طويلة. لا تترك أدوات الاشتعال مثل الولاعات والكبريت في متناول الأطفال. لا تحمل القابس الكهربائي أكثر من طاقته، وتجنب زيادة الأحمال الكهربائية. أغلق مصادر الطاقة الكهربائية غير الضرورية. قم بتوفير طفاية الحريق المناسبة للكهرباء، وتأكد من صلاحياتها واحرص على صيانتها. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع انتشار الحريق وتغذيته بالأكسجين. لا تتردد في طلب المساعدة. اتصل بهاتف الطوارئ 999. أمنكم وسلامتكم غايتنا. مع تحيات الإدارة العامة للدفاع المدني. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هالموضوع ينضم لنا عبر الهاتف النقيب أحمد محمد الجاسم، رئيس مركز الدفاع المدني بلحد. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. صبحك بالخير أختي إيمان، وصبحك بالخير أخي حمد. صباح النور. ويسعد صباح المشاهدين والمستمعين. وصباحك. صباح النور. أول شيء، في ظل أزمة كورونا وبقاء المواطنين والمقيمين في المنازل، عدم مغادرتهم إلا بالضرورة، صار التوعية بالسلامة في المنزل في فصل الصيف شيء مهم. شنو هي المجالات الواجب تأمينها سلامتها في المنزل؟ طبعا المنزل هو يعتبر الملاذ الآمن، ويعتبر مكان الراحة للأشخاص بعد يوم متعب ويوم مرهق، وخاصة في فصل الصيف بعد الدوامات وبعد انشغالهم بالأمور الحياتية. يعتبر المنزل هو المكان الآمن. طبعا مهما اختلفت مرافق المنزل، تعتبر جميعها مهمة ويجب تأمينها. مهما اختلفت أيضا خطورتها أو ارتفاع الخطورة في بعض الأماكن مثل المطابخ، وأقل المخاطر مثلا في غرف النوم أو عزكم الله في دورات المياه، هذه المنزل يجب يكون مؤمن بشكل كامل. بس نركز فيها على المطابخ، كونها هي اللي فيها المواد القابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال، ويكون فيها مصادر حرارة تسرع من عمليات الاشتعال أيضا. هني هذه المطابخ يجب أن احنا نزيد فيها الأمور السلامة، ونزيد فيها الوعي داخل المنزل بالنسبة لربات المنازل، أرباب المنازل، وأيضا للأطفال والمقيمين في هذه المنزل. أيضا لا تقل ضرورة غرف النوم والصلاة من هذه الاشتراطات اللي يجب تأمينها، أيضا بتوفير الطفايات الحريق المناسبة، كانت الخاصة للكهرباء أو الخاصة للمواد الصلبة مثل طفايات الماء أو البودرة للأماكن المفتوحة حق مجمع الكهرباء الخارجي. جميل. يعني يمكن ذكرت لنا الشغلات اللي لازم تواجدها في المنزل، هي اللي تعتبر من السلامة المنزلية، لكن لو بنتكلم معك أكثر عن إحصائيات بالمسببات الأكثر شيوعياً للحريق، شيوعاً للحريق في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، هل ممكن تذكر لنا هذه الإحصائيات؟ طبعاً هو من بدأ من مطلع 2020 في بداية يناير، تلقت الإدارة العامة في غرفة العمليات للدفاع المدني ما يقارب 4350 بلاغ في مختلف البلاغات، شكل منها 5% فقط اللي هي الحرائق أو البلاغات الخاصة بالمساكن والمساكن متعددة الأدوار. طبعاً هذه النسبة احنا لاحظنا فيها انخفاض ملحوظ بالمقارنة بالسنوات السابقة، كون أن التزام المواطنين والمقيمين بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية
بضرورة الالتزام داخل الحجر المنزلي أو عدم التنقل إلا في حالات الضرورة. لاحظنا أن في انخفاض في هذه المعدلات. طبعا شكل ما يقارب منها 70% من هذه البلاغات اللي في المساكن والمساكن متعددة الأدوار، 70% منها يكون للالتماسات الكهربائية أو البلاغات الخاصة بأمور الكهرباء أو المتسبب فيها الكهرباء. أما بالنسبة لل 30% الأخرى كانت تعتبر في البلاغات الأخرى كعبء في الأطفال، الحرائق في المطابخ، وآخر من اللي هي البلاغات اللي ترد من المنازل. حلو أن يعني ذكرت الإحصائيات، وحلو أن يعني شفنا الإحصائيات أن مثل ما قلت قلت، لكن دائما نسمع عن ماس كهربائي أو ضغط عالي على الأجهزة التكييف بالذات. شنو الأسباب من منظور الدفاع المدني؟ طبعا أجهزة التكييف هي شيء ضروري عندنا في فصل الصيف ولا يمكن الاستغناء عنها، ما نقدر نحن نستغني عنها بتاتا، خاصة بعد يوم متعب بيكون المكيف هو يمكن الحل الأنسب إنه هو يشيل من عندنا هذه الطاقة. طبعا أغلب الالتماسات الكهربائية أو الضغط العالي اللي يصير في المكيفات يكون لأن المكيف على وضع التشغيل لمدة لفترات طويلة تتعدى 16 ساعة أو 24 ساعة، وأيضا يتم تشغيل المكيفات في المنزل في جميع الغرف أو في جميع المرافق المنزل بحيث يكون في ضغط عالي على المجمع الكهرباء الخارجي أو الدائرة الكهربائية اللي بتكون الداخلية. هذه الضغط العالي اللي يصير على الشبكة الكهربائية يسبب لنا حريق ويسبب لنا ارتفاع في درجة حرارة الأسلاك بحيث ينصهر عندنا العازل الكهربائي اللي على الأسلاك مما يسبب إلى التماس يؤدي إلى اشتعال الحريق. هذه من ناحية أولية. أما من ناحية أخرى عدم استخدام الأسلاك المناسبة للمكيفات. طبعا الطاقة اللي يستهلكها المكيف نوعا ما طاقة عالية بالنسبة مقارنة بباقي الأجهزة الكهربائية. يتم استخدام أسلاك كهربائية ضعيفة، أيضا ما تستحمل هذه الطاقة اللي يستخدمها المكيف وأيضا يسبب لنا إلى اشتعال. أيضا المكيف عدم صيانته بشكل دوري قبل موسم الصيف أو أثناء موسم الصيف أيضا يسبب لنا بعض الالتماسات الكهربائية اللي تؤدي إلى اشتعال المكيف، وأيضا عدم اختيار الشركة المناسبة للصيانة قد تسبب أيضا في تلفيات لقلة خبرتها في هذا المجال. نعم، يعني نسمة تفضلت ذكرت قبل شوي قلت إنه يمكن أكثر اشتراطات السلامة لازم تكون موجودة في المطبخ. إحنا نعرف إن المطبخ وسلامته من أهم المجالات الواجب الاهتمام فيها حين الشعور طبعا برائحة غاز مثلا، كيف يكون التصرف الآمن بالنسبة حق الأصحاب الموجودين داخل البيت؟ التصرف الآمن بالنسبة حق تسرب الغاز أول شيء هو الاتصال بالجهات المعنية. نعم. على الدفاع المدني بشكل أساسي بحيث أن احنا يكون دور فرق الإنقاذ عندنا أو فرق المكافحة هي لها الدور في تأمين هذه المكان، عدم الدخول يعني بأي شكل كان، يكون حفاظا على سلامته وسلامة سكان البيت نفسهم. تسرب الغاز داخل المنزل يشكل خطورة كبيرة، يسبب انفجار ارتدادي يضر بسلامة الأشخاص داخل المنزل ويسبب لهم حروق قد تكون من الدرجة الأولى والثانية وينتقلون على أثرها إلى المستشفى وتم فترة العلاج فترة طويلة للتشافي من هذه النوع من الحروق. فإحنا ننصح دائما بالاتصال بالإدارة العامة للدفاع المدني للتعامل مع هذا النوع من البلاغات وعدم الاجتهاد في تأمين المكان في حال عدم وجود الخبرة الكافية. بس في حال كان هو متواجد داخل المطبخ وصار تسرب ولابد من التصرف في هذا الموقف،
انه هو منصح بعدم تشغيل اي مصدر كهربائي او مصدر حراري داخل المطبخ وفتح النوافذ والابواب بحذر شديد بحيث ان احنا ما ننقل الكهرباء الساكنه داخل في الجسم الى اي سطح معدني، ان ما نسوي اي شراره عن طريق الالتماس التماس الجسد بالأسطح المعدنية ويصير تفريغ لهذه الطاقة ويسبب لي شرارة تؤدي إلى اشتعال هذا التسرب أو الخليط من تسرب الغاز والهواء داخل المطبخ. تكلمت عن خطورة اسطوانات الغاز، لكن خلينا نتكلم عن الأساليب الآمنة لتخزين اسطوانات الغاز والمكان المناسب لوضعها في البيت. طبعا المكان المناسب لوضع اسطوانات الغاز هي تكون دائما خارج المنزل في اماكن امنه، بعيد عن السيارات، بعيد عن الشوارع، بحيث يكون بعيد عن تصادم السيارات، بحيث ان السياره ما تصدمها وتسبب لي تلفيات في الاسطوانه تسبب في انفجارها او اشتعالها. ايضا وضع الاسطوانات في مخزن حديدي او انصح التعبير احنا نقوله بالعامية بوكس حديدي. صحيح. مهوة بحيث يكون اذا صار في تسرب يمكن استشعاره وايضا ما يكون في خطورة في احكام الصندوق ويكون التسرب داخلي. فتهوية الصناديق بتكون جدا ضرورية لضمان اكتشاف التسرب. ايضا بالنسبه للتمديدات من الاسطوانات الغاز الى داخل المنزل بحيث انه يكون التمديدات معدنيه او معدنيه على طول المسافه من الاسطوانه الى الافران، وتاكد من عدم وجود اي تسرب فيها، وذلك عباره عن صيانات الدوريه عن طريق الشركات المعنيه او الفحص المبدئي باستخدام الاسفنج مع الصابون الاواني. نعم. بحيث ان احنا نعرف ان في تسرب عن طريق خروج الفقاعات من هذه الاماكن اللي فيها تسرب. نعم. طبعا لو بنتكلم مع وجود الاطفال في المنزل، هل توجد اليه محدده تضمن سلامتهم داخل المنزل؟ الاليه الافضل والاليه اللي يمكن اللي تكون الاكثر أمان وسلام يكون هي مراقبة أولياء الأمور لهذه الأطفال. كون أولياء الأمور معاهم في المنزل هم بيكونون صمام الأمان اللي يحمون أطفالهم من أي خطورة كانت. توعية الأطفال من قبل أولياء الأمور أيضا بتكون لها دور كبير في تأمين سلامة الأطفال داخل المنزل. الالتزام بنظام معين داخل المنزل كأوقات النوم، أوقات مشاهدة التلفاز، بتكون لها دور أيضا كبير في ضمان سلامة الأطفال. وضع الأطفال في وضع أو دون مراقبة هني تكمن عندي أنا الخطورة، ويكمن عندي الخطر اللي بيصير على الأطفال نفسهم. كون الأطفال إحنا تصرفاتهم ما نتوقعها، احتمال يتعبثون في المقابس الكهربائية، احتمال يتعبثون في الأفران، هني هذا يكون دور أولياء الأمور. أيضا الأطفال داخل المطابخ راح يكون لهم راح يشكل عليهم خطر في حال وجود أولياء الأمور، وهذه الأطفال يقومون بعمليات عمل عبث أو مشاغبة داخل المطبخ، على أولياء الأمور إخراج هذه الأطفال من المطبخ سلامة للأطفال نفسهم وأيضا سلامة الأولياء الأمور من حال سكب الزيت أو اشتعال الأواني. طبعا النقيب أحمد محمد الجاسم رئيس مركز الدفاع المدني بالحد، كل الشكر لك اليوم. مشكورين على استضافتكم. شكرا لك. طبعا أكيد مشاهدينا لازم ناخذ بالنا على النقاط اللي قالها النقيب أحمد لسلامتكم وسلامة الجميع. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقة الخميس من برنامجكم الصباحي صيف البحرين.
رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل، نبحر مع بعض في بحر التراث مع بطل قصتنا، ونكمل قصة فارس في زمن الغوص، ونشوف شنو صار معاه في هذا التقرير. السلام عليكم أطفال الحلوين، رجعنا لكم اليوم ونتذكر قصتنا فارس في زمن الغوص. نكمل هذا الأسبوع بقية القصة، وإذا تتذكرون كانت الأدوات تريد أن تخبر فارس بعضاً من مهامها، فش رأيكم نكمل ونشوف؟ وفي هذه الرحلة الغريبة جداً، لم يكن غريباً أبداً أن تقوم بقية أدوات الغوص بمخاطبته الأخرى. وأنا اسمي الديين، سلة أتعلق في رغبة الغيث لأستقبل ما يجمعه من محار وأحفظه من الضياع. وأنا الحجر ثقيل الوزن، يربطني الغواص بقدمه فأرسله سريعا إلى قاع البحر. هل تود أن تجرب وتربطني بقدمك يا فارس؟ دعك منه وجربني أنا المفلقة. خذ مجموعة من المحار واجلس مع الفليج، علك تفلج صدفة في بطنها دانة كبيرة، فيكافئك تاجر اللؤلؤ الطواش أكبر مكافأة. وأنا قلت مقاطعا، أجل أعرفك، أنت حبل، مجرد حبل لتوبخني جيوان في الحال. ألم أنهرك عن الاستخفاف بالأشياء الثمينة؟ أجبتها مستنكرا. وهل لهذا الحبل المصنوع من ليف النخل ثمن أيضا؟ وبينما نحن كذلك، إذ بمجموعة من الرجال ينتفضون فجأة وكأن تيارا كهربائيا قد قرصهم. رأيتهم يسحبون حبالا طويلة بكل ما أوتوا من قوة ليجذب كل واحد منهم غواصا كان مربوطا في نهاية كل حبل ليخرجه من الماء بسرعة فائقة. عندها أنبني الحبل وقال غاضما، عندما تكون حياة الغواصين متوقفة علي حينها نعم يصبح لي ثمن، وثمن باهظ أيضا، فكما رأيت أنا حبل الوصل بين الغيص والسيب، ذلك الرجل الذي يبقى مستعدا على الدوام على سطح السفينة لاستقبال هزة اليد ليسارع بجذب الغواص بأسرع ما يستطيع حاميا إياه من خطر الاختناق. أرجو المعذرة، فمن لا يعرفك يجهلك، وأنت حقا تقوم بأداء عمل مهم جدا، وأتمنى أن توازي مهمتي على هذا المركب هذه الأهمية. راحت الأدوات تنظر لبعضها البعض، وكان يبدو على وجوهها أنها تحاول أن تكتب ضحكتها. حينها ألحيت على جيوان إلحاحا شديدا لتخبرني بوظيفتي، فأجابت، أنت هنا تعمل كتباب. جلست أسترجع ما تعلمته من مهن في هذه الرحلة، النوخذة، المجدمي، الغيص، السيب، النهام، الفليج، الطواش، لكن التباب لم يكن أحدها. نادى النوخذة، يا صبي أحضر الشاي للبحارة الآن. هزتني جيوان وصاحت بي، هيا يا فارس قم الآن وأدي مهمتك. لأصرخ غاضبا، ماذا؟ مهمتي هي تقديم الشاي؟ لتضحك بعضها الأدوات ضحكا شديدا. ومع أنها مهمة بسيطة، إلا أنني أديتها بكل حب، فقدمت الشاي لطاقم السفينة المنهك جدا والمحاط بمئات المحارات، وأنا يملأني الفخر بأجداد الذين تعبوا كثيرا حتى يحصلوا على لقمة العيش من خلال جمعهم لحلي زاهية اللون صغيرة الحجم لكنها باهظة الثمن. وبعد أن أديت مهمتي هذه على أكمل وجه، وفت جيوان بوعدها وأعادتني إلى حفلة الجلوة في الوقت المناسب
حتى أقوم بمهمتي الأخرى. نادت أمي: أين اختفيت يا فارس؟ لقد حان الوقت لتقديم الهدية لخالتك خديجة. فتحت العلبة ونظرت إلى العقد المتلألئ نظرة أخيرة، ثم تقدمت باتجاه خالتي قائلاً: مبارك زواجك يا خالتي، وهذه هي هديتنا لك، عقد فريد من لؤلؤ أبيض ناصع كبياض قلبك الناصع. شكرتني خالتي خديجة وطبعت على خدي قبلة، وفرحت بالهدية أشد الفرح، وسارعت بلبس العقد وتطويق رقبتها به. كيف لا، وصديقتي جيوان الجميلة تتوسطه وتزيده جمالا وتألقا. النهاية. هذه نهاية قصة فارس في زمن الغوص. انتظرونا الأسبوع المقبل لنقرأ قصة أخرى تسليكم وتنميكم. إلى اللقاء. عودة مشاهدينا، ضمن برامجها التثقيفية ولنشر الوعي الثقافي في المجال الإلكتروني، تطلق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسابقة التجارة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية لعام 2020، واللي تسعى إلى عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ونشر النصائح التوعوية ضد المخاطر الإلكترونية اللي قد تتعرض إليها العديد من المواقع الإلكترونية في الوقت الحالي. طبعا مشاهدينا، يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو لإلقاء الضوء أكثر حول هذه المسابقة المميزة الأستاذة لينا سيد مصطفى إبراهيم، رئيس قسم التسويق والترويج للتجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. صبحت الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذة. الله يصبحكم بالخير والنور. يا هلا فيك. في البداية أستاذة، كلمينا عن فكرة المسابقة الإلكترونية اللي طرحتوها، شنو هي؟ فكرة المسابقة هي طبعا قبل لا نطرح هذه المسابقة كان هناك صدى كبير إلى البرنامج التثقيفي اللي قدمناه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة الخدمات الطلابية. البرنامج التثقيفي كان يعنى بالتجارة الإلكترونية، أهميتها، شنو دورها في مجتمعنا، شلون الطلبة والطالبات ممكن يستفيدون منها في التعليم الإلكتروني. وبعدين شفنا الإقبال الشديد على هذا البرنامج التثقيفي، فقلنا من خلال هذا البرنامج إحنا رح نطلق هذه المسابقة. فكرتها أن يقدمون الطلبة إلينا أعمال متميزة ومتخصصة في التجارة الإلكترونية، وهذه الأعمال كلها لازم تكون قابلة إلى التطبيق والتنفيذ في مملكتنا الحبيبة. جميل. يعني أستاذة ذكرت يمكن فكرة هذه المسابقة، لكن إحنا نعرف لكل مسابقة هناك أهداف أساسية ورئيسية حابين توصلون لها من خلال هذه المسابقة، فشن هي هذه الأهداف؟ إحنا استهدفنا الفئة التعليمية المرحلة الثانوية، لأن هذه هي الفئة المقبلة على سوق العمل. صحيح. أولاً للدراسة في الجامعة، بعدين إلى سوق العمل. فإحنا قلنا هذه الفئة نبغي نوعيها إلى أنها تتطلع إلى مجالات جديدة، وتفتح أمامها أفاق أيضا جديدة إلى هذا السوق. فهدفنا من هذه المسابقة أن نحن هذا الجيل الجديد أو هذه الفئة العمرية أن نحن نحتضنها ونحتويها، وأيضا نقدم إليها مثل ما تقولين بحيث تصبح هذه الفئة رواد أعمال مال مستقبلين. يعني فكرة حلوة، يمكن عشان تكون فعالة أكثر في المواقع الإلكترونية. طبعا أكيد هذا الشيء يمكن يعني خطوة ممتازة، بس خلينا نتكلم عن الاشتراطات اللي المفروض احنا اللي انتم خدتوها عشان المشاركة في المسابقة. احنا اشترطنا ان كل مدرسة تشترك بعملين في مجالين مختلفين. مجالات التجارة الإلكترونية واسعة. صحيح. مثل ما تعرفون عندنا التعليم الإلكتروني، الصحة الإلكترونية، الثقافة الإلكترونية، الترفيه وغيرها من هذه المجالات. فاحنا اشترطنا ان كل مدرسة تشترك بعملين وفي مجالين مختلفين، وكل عمل يقوم فيه طالبين. بالإضافة الى ان هذه الاعمال مثل ما قلت لكم تكون متخصصة في التجارة الإلكترونية، تكون افكار تحمل افكار مميزة وقابلة الى التطبيق.
جميل، يعني يمكن تذكرنا عن هذه ذكرتي لنا طبعا عن هذه الاشتراطات، لكن لو بنتكلم عن كيف تم تقييم هذه الاشتراكات في هذه المسابقة. طبعا قبل لا نقوم بعملية اختيار الفائزين شكلنا لجنة تحكيم، وهذه اللجنة مكونة من جهات مختلفة، من وزارة الصناعة والتجارة، من وزارة التربية، من مشروع جلالة الملك. نعم. أيضا في عندنا حاضنات ومسرعات أعمال، وهذه الحاضنات في أعمال كثيرة عجبتهم من الأعمال المشاركة، ونووا بعد ما تنتهي المسابقة أنهم يحتضنون هذه الأعمال علشان ينقلونها إلى الواقع. حلو. خلينا نتكلم عن نبذة يمكن من هذه الأعمال الفائزة خلال هذا العام. فازت عندنا 3 أعمال. أول عمل فائز عندنا كان من مدرسة الحكمة الدولية الخاصة، وهذا العمل كان هو عبارة عن منصة إلكترونية pets.co. pets.co كان عبارة عن منصة، وهذه المنصة توفر كل مستلزمات الحيوانات الأليفة، من أكل، من إكسسوارات، من استشارات طبية، من مأوى أيضا، بالإضافة إلى أن في مثل خلنا مثل ما نقول في مثل يمكن المجموعة المتكاملة. إيه؟ تقصدين مجالات مختلفة، مجالات مختلفة ومتنوعة ومتكاملة، وتسمح إلى تبادل الخبرات في هذا المجال. حلو، يسمح لي تبادل الخبرات. بالضبط. يعني جميل أن حمد إحنا نشوف أن الشباب في المدارس يبتكرون هذه النوع يمكن من البرامج الإلكترونية أو تطبيقات إلكترونية اللي أكيد تخدم المجتمع وتخدم الأفراد وأيضا الشركات في هالجانب. صح إيمان، أتوقع لمسناها بعد في البرنامج هني على كثرة المبدعين الشباب اللي جاوا هني، وأتوقع يمكن خطوة اللي سويتوها ساعدتهم على الابتكار هذه الأمور وهذه. بالضبط. ويشوفون مشاكل ويوجدون حلول إليها إلكترونية. يعني وين في مشكلة الآن؟ ما في مثلا منصة تهتم بالحيوانات الأليفة، فهم أوجدوا حل إلى هذه المشكلة. وإحنا الحين طبعا نحتاج هذا النوع من التطبيقات تكون إلكترونية. بالضبط. يعني إلكترونية خصوصا في وقتنا الراهن، إحنا قاعدين في البيت، ما نقدر نطلع، ما نقدر نتسوق، ما نقدر نشتري أشياءنا ومستلزماتنا الضرورية، فنبغيها توصلنا إلى المنزل وإحنا موجودين. نحافظ على التباعد وموجودين التطبيقات. بالضبط، موجودين هذه التطبيقات. يعني سادة ودي أسألك معك أكثر عن الخطوة القادمة، الأفكار هذه المشاريع اللي فايزة معكم في المسابقة، هل وضعتوا خطة مستقبلية؟ هل وجدتوا لهم أيضا يمكن بعض الشركات اللي ممكن تستخدم هذه الأفكار؟ بالضبط، إحنا تواصلنا مع الكثير من الشركات عشان نحصل على تمويل إلى هذه المشاريع، بالإضافة إلى الجهات اللي راح تعطيهم التراخيص وأيضا التمويل المالي، بالإضافة إلى أن إحنا تواصلنا مع مسرعات أعمال ومع حاضنات لترى هذه المشاريع النور. يعني يمكن هذه يعني خطتكم المستقبلية، بس الخطة الأكبر أنتم كدعم لهم كمسابقة، يمكن هذه المسابقة هل راح تكون سنوية؟ هل إيه نعم، هذه إحنا أقمناها للسنة الثانية ونطمح أنها تكون سنوية، بالإضافة إلى أن إحنا أيضا نبغي نطورها بحيث أن إحنا نتواصل عن بعد مع الطلبة في المرحلة القادمة. يعني تهدفون أن تحصلون أكثر عدد نسبة من المشاركين. هذا شيء جميل. أنا أتوقع نسخة عن نسخة حمد تزيد يمكن أعداد المشاركات. بالضبط، حتى نوعية المشاركات، يعني في السنة الأولى كانوا الطلبة يركزون كله على التعليم الإلكتروني، السنة لاحظنا تنوع جدا مختلف، ركزوا على البيئة، ركزوا على الديسيبلز وأصحاب الهمم، يعني وفروا تطبيقات جديدة بالضبط، وأفكار جديدة. بالضبط، أفكار جديدة ونحتاجها وتمسنا في حياتنا اليومية. طبعا، ودائما يمكن حمد وزارة التجارة والصناعة والسياحة يعني تحط اهتمام في هالمجال وتجذب يمكن أساسا طلبا هم يبتكرون معاهم، أكيد في النهاية لخدمة هذا الوطن وهذا المجتمع. فأكيد نشكرك أستاذة لينا سيد مصطفى إبراهيم، رئيس قسم التسويق والترويج للتجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. شكرا لوجودك. الشكر موصول لك. وشكرا لك أيضا على هذه المعلومات اللي يمكن احنا استفدنا منها بخصوص هذه المسابقة. شكرا. مشاهدينا، بين البحر والبر سعى المواطن البحريني في قديم الزمن لامتهان الكثير من الحرف والصناعات لتوفير لقمة العيش، ومن هذه المهن صناعة السفن واللي تفنن وأبدع فيها حتى اشتهر بين أبناء الخليج. معدنا عبد النبي الجردابي عد التقرير التالي عن هذا الموضوع بالذات، خلونا نتابعه مع بعض. اشتهرت البحرين منذ القدم بالصناعات التقليدية والمهن الشعبية،
وتحديدا في صناعة السفن واللي اشتهرت بها أغلب مناطق البحرين من قرى ومدن. وتحديدا احنا في المحرق بنشوف هذه الصناعة شلون كانت وشلون وصلت وين راح تكون وشنو الأمل عليها. البحر كان هو المصدر الرئيسي للرزق عند أهل الخليج عامة وأهل البحرين بصورة خاصة لتسيير حياتهم في التجارة وللمأكل، ومنها صارت صناعة السفن حرفة هامة تمثل العصب الرئيسي للحياة. ولو كان البحرين جزيرة يحيط بها البحر كان لعوائلها الدور الريادي في هذه الصناعة. أنا طلعت من أسرة يعني حرفية تشتغل في النجارة، لها يعني تاريخ في النجارة، واشتغلت معاهم صغير يعني، بس حبيت شغل النجارة، تميت أشتغل معاهم في كل شيء. البعض منهم كان يعني يشتغل في السفن، اللي هو أخوي عبد العزيز كان يشتغل في السفن ما له في النجارة يعني. فأنا شفت الاثنين، عمامي كانوا يسوون لبسوت، وهما أشهر ناس سووا لبسوت الحطب في البحرين، وشفتهم يشتغلون، وخذت من أبوي وخذت من أخوي عبد العزيز، وصلت الشغلة، تميت أواصل فيها. وهما يعني الوالد توفى الله يرحمه، وعبد العزيز أخوي لازال موجود وكمرجع يعني وايد مهم بالنسبة لي، يعني إذا جيت بسوي شيء دائما يكون معاي في كل شيء، يعني أتشاور معاه خاصة من ناحية السفن، يعني هو مرجع كبير. إحنا سوينا كثير من السفن الخشبية وشاركنا في مهرجانات كثيرة في الخليج، ويبنى نتائج جدا قيمة، يعني سنتين يبنى نتائج، نطلع الأول على 68 سفينة في الخليج، يعني هذه يعني نتيجة وايد حلوة حق البحرين. بالنسبة حق السفن التراثية الكبيرة يعني اللي في البحر، صناعة السفن تحتاج للجهد والتعب والمثابرة والإتقان، وبعد تحتاج لمواد خاصة بعضها موجود بالبحرين وبعضها من الخارج. بالنسبة حق السفن اليوم يعني الشغلة مالت السفن وايد ضعفت، الشغلة مالت السفن إذا إحنا نبغي شوي نرجعها قليل لازم نشوف لنا مكان، إحنا نطالب بمكان يعني علشان شنهو، علشان نقدر نسترد الشغلة هذه. أول شيء الشغلة هذه تحتاج حق مكان على البحر، وايد ضروري. ثاني شيء تحتاج حق إن إحنا يعني أن نشجع اللي يبغي يشتغل، اللي يبي يشتغل، عيالنا مال المدارس ضروري أن احنا نشجعهم، ضروري أن احنا نجيبهم عقب ما نقيم الورشة هذه، عقب ما نسوي القاعدة مالت الورشة، نخلي مثلا العيال ذلين مال المدارس يجون يشوفون. لابد أن ذلين العيال لازم واحد منهم يبغي يشتغل، يبي يسوي، هذه وايد مهم. السفن كنا نجيب يعني الخشب من كل مكان في البحرين، كان في البحرين وايد خشب، نشتري خشب من البحرين ونسوي سفن. عملنا سفن تقريبا طولهم 50 قدم 60 قدم 40 قدم، لازلنا نسوي سفن، احنا لازلنا لحد الحين نسوي سفن، لكن المحل ما عندنا، يعني نسوي نحصل لنا محل على السيف وساعات نسوي لنا واحدة ونمشي روحنا. عودة مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم إيمان. صح للأسف. ويكند. بس طاف الوقت سريع. طاف بسرعة، الأسبوع طاف بسرعة، اليوم طاف بسرعة. إي والله. يعني إن شاء الله يعني يوم الأحد راح توحشونا. إي والله راح توحشونا إن شاء الله اليوم الأحد، انتظرونا يوم الأحد فقرات جديدة، وشنو نقول لهم؟ هابي ويكند. هابي ويكند.